33,000 ما شاء الله. وعبد الرحمن جانا تبرع 33,000 الله يجزاهم خير ويزيد حسناته يوم القيامة. آمين آمين. أبو إبراهيم في شيء جاهز عندك؟ في قصة عطنية عن الإيجابية. هذا في ملك من الملوك وعنده مرافق والوزير. إيه حول من الشعر للقصص. حلو قصص. تعجبني يا أبو إبراهيم. فقال له الوزير دائما كلمته عسى في الأمر خير، عسى في الأمر خير. دائما كلمة الوزير. فقال الملك مرة جاء الملك جلس مجلس الملك إلا الملك مقطوع إصبعه. فيوري الوزير قال أنا انقطع إصبعي أمس وكذا. قال عسى في الأمر خير. زعل الملك. قال أنت كل ما قلت لك شيء حتى استجنوا الرجال. قاموا سجنوا الوزير هذا دخل السجن. فأثناء وجوده بالسجن الملك طالع بنزهة خارج يعني على أطراف المدينة. ويتنزه الملك إلا الملك يعني ما معه مرافقين. دخل قرية ثانية غير حدودهم وعندهم عيد وطقوس العيد هذا أنه يقربون قربان للإله، أن يذبحون واحد يقربونه للإله. ففرصة جاء هذا مسكوا الملك قبض عليه قالوا خلاص من قدموا قربان. لما جاءوا يقدمون قربان لقوا الإصبع مقطوع. هذا قالوا عيب، هذا ما نقدموا لإلهنا خلاص ارجع. فرجع وتذكر كلام الوزير إن عسى في الأمر خير. قالوا أنه قطعة الإصبع هذه نجتني من أن يكون قربان لها الإله. فلما رجع المجلس وقال طلعوا الوزير جيبوه عندي. فقالوا للوزير قال للوزير انت الحين كل ما قلت لك شيء قلت امر في الخير، طيب يوم انقطع اصبعي ليش تقول عسى في الامر خير؟ قال الحين شوف انه نجاك من ذبحه. فالانسان دائما والمؤمن انه يقول عسى في الامر خير. اي والله عسى في الامر خير. حتى بعض الشيبان وجداتنا، واحنا نتكلم عن الجدات والعجائز والشيبان الاولين وابائنا واجدادنا الله يرحمهم جميعا، دائما لا قلت شيء قال عسى في الامر خير. صادق صحيح عسى في الامر خير. هذه كلمه عسى في هذه ايجابيه ايجابيا. طيب الله يجزاك خير. بقرأ تبرع 2-3 وبرجع لك وأعطيك هذه لأختنا أم البر